أبحث في المزابل وألتقط القطع التي تلقى وليس فيها نفع وأخيطها وألبسها حتى أزيل من نفسي تلك الأنافة وذاك الكبرياء. ألبس جميع الألوان حتى صرت بلا لون. نحن نحب جميع الأجناس، ليس لنا علاقة بما تصفونه. أنا بنفسي أقبل يد كل إنسان يدبو فوق الأرض. نحن بالسعة نقبل جميع الانتقادات. نحن الحمد لله نتحاب فيما بيننا، قوم تحاب بنور الله. أولا هذا الحفل أنا لم أحتفل، لست أنا الذي احتفلت، هذا هو. أنا أحبابي احتفلوا بي ففرحت، فلماذا لا أفرح؟ فلبينا الدعوة ووجدنا ما يبهر العين والعقل في الحقيقة. ما كنا نعتقد هذا كله في هذه المدينة. هو يأتي بقصد الدعاء، إذا كان مريضا ندعو له، والشافي هو ربي سبحانه عز وجل. احنا ندعي رؤية نور الله ومعرفة الله، هذا ما ندعي. هي هذه الأسئلة: هل ترونه؟ هل لا نراه؟ هل رأينا؟ هل ندعي؟ هل صدق أم كذب؟ إذا تواتر الأمر وتواتر على الآلاف فيعني أنه حقيقة وليس بكذب، وانتهى الجواب. هل تستطيعون أنتم إثبات ما تلبسونه أنه لبسه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تستطيع. أنا أحبهم لا يعنيني هل يحبونني أم لا يحبونني، هذا هو. لا يعنيني هذا، ولكن هما لا يحبونني. أنا أحبهم رغم أنفهم. الطريقة الكركرية هي سميت بالطريقة الكركرية نسبة إلى الجد الخامس وشيخنا الخامس. وعندما نقول جدنا الخامس، هو جدنا الخامس من جهة الأب ومن جهة الأم. هو كان يقطن في جبل يسمى جبل كركر بنواحي مدينة العروي إقليم الناظور، فلذلك سميت الطريقة الكركرية نسبة إلى مسقطها ومنبعها الأصلي وهو جبل كركر. وحتى صار كل من ينحدر من ذاك المكان يحمل كنية التي هي الاسم العائلي الذي هو الكركري. حتى هذه الطريقة لسنا نحن الذي اخترنا لها هذا الاسم، بل وجدنا آباءنا وأجدادنا تحمل هذا الاسم الذي هو الطريقة الكركرية، كما سميت طريقة الدرقاوية نسبة إلى مولاي العرب الدرقاوي، والطريقة العلوية نسبة إلى الشيخ العلاوي. وهو يعني لم يجعل لها اسم محدد بهذا الاسم، ولكن الناس بدأوا يشيرون إلى طريقته باسم من أسسها أو الشيخ الذي في وقتها. هذا هو المفيد في هذا الاسم، هو المميز في هذه الطريقة وسرعة انتشارها، رؤية وسريان الحي الذي يسري في قلوب أتباعها. فكل من دخل إلى هذه الطريقة وبايع على طبعا على أورادها وعلى اتباع ما تأتي به هذه الطريقة من أوراد ومن أذكار، إلا ربي سبحانه وتعالى قذف في قلبه نورا يرى هذا النور عيانا. مجرد يقوم بالأوراد ويلتزم بها 40 يوما على طهارة واستقبال القبلة وتوبة خالصة وتجنب المعاصي، إلا ربي سبحانه وتعالى أظهره بكرمه وأظهره بقربه، فكانت له إشارة وبينة حتى يرى هذا النور ويعتقد اعتقادا جزميا بما قره الله في كتابه العزيز بأنه أخرجه الباري من ظلمات النفس إلى نور الإيمان. نحن عندما نشتغل مع المريد ويأتون ويتوافدون إلى هذه الطريقة، هو ليس أنهم يعني ليسوا مسلمين أو مؤمنين حتى أتوا عندنا فأسلموا وآمنوا، لا بالعكس، هم أتوا طبعا
بعبادة وبأذكار، وكانوا من الأخيار، وكانوا يريدون السمو والزيادة برؤية نور المولى سبحانه عز وجل. فاختاروا هذه الطريقة وأتوا وبايعوا، وليس هي زهدا كما نسميه والتخلي عن الدنيا بصفة نهائية، بالعكس في الطريقة مجالات يعني متنوعة هناك. نحن بالعكس حتى العمل الذي هو نعتبره عبادة، ونقصد العمل الشرعي ما يوافق الكتاب والسنة. فقدوم المريد إلى الطريقة من أجل أن يصفي ويطهر بإكسير الذكر قلبه من الأغيار ومن الالتفاتات، ويبحث عن راحة روحية تقربه إلى حقيقة قربه بالباري سبحانه عز وجل. ليس قدحا في عبادته التي عبدها مسبقا، أو قدحا في عمله الذي اشتغل فيه مسبقا، ولكن هو الذي أتى طالبا لزيادة. هذا هو، كأنه درس مستوى معين في زمنه وأراد أن يزداد ويزيد ازدهارا وقربا بهذا الطريق. ولسنا نحن ضد الذي طبعا يعمل في الدنيا، أو نحث الناس على الزهد وعدم العمل والتكاسل والخمول، لا بالعكس، بل نحن نحث الشباب على تعليم دراستهم وعلى إتمام مشاريعهم إلى غير ذلك. وهذا واضح، ليس قولا أو يعني يمر هكذا عبثا، وإنما هو موجود حسا ومعنى في الطريق. ففي الطريق الحمد لله مستويات مختلفة، فيها من يشتغل في عدة أمور وتعليمهم ما شاء الله حاصلين على إجازات ودكاترة ويعني أساسيد جامعيين، فما رأيت أحد في الطريقة تخلى عن عمله، ولا أحد تخلى عن عرفه أو تخلى عن تقليد كان في مسبق في عرف بلده أو على مذهب بلده أو على إمارة سلطان بلده. بالعكس، نحن طريقتنا مشرب منبعه مدينة العروي بالمغرب بالمملكة الشريفة، ولكن جدوله صار يتسع في جميع المذاهب وفي جميع الطبقات وفي جميع الأسر. وما نعتقده نحن جزميا في قلوبنا أن جدولها وسريانها ولطافتها سرت في الأسر بالرحمات، وسرت بالألفة، وسرت بجمع الشمل العائلي والشمل المسلم عامة، فصرنا متحابون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قوم تحابوا بنور الله، ليسوا من أنساب ولا من الأرحام. كل هذه شعائر قاموا بها أهل الله فيما سبق. فإذا تكلمنا عن المرقع التي تثير ضجة، فالإنسان المنتقد عليه أن يكون عالما ولا يتكلم قبل أن يتعلم، فليذهب وليعقم بدراسة يعني لمن أين أتت ومن هو مؤيدها من العلماء العاملين بالكتاب والسنة. فيجد مثلا ابن البنا السقسطي وضع فيها كتاب، ويجد ابن عجيبة رحمة الله عليه وأرحمه عالما وقاضيا وحاملا لكتاب الباري سبحانه عز وجل وضع فيها كتاب في تفسير ما معنى المرقع، وليجد يعني ما هو اسمها. فهذا الاسم الذي هو المرقع ليس اسم محدث أو اسم في عصرنا هذا ظهر بهذا، إلا أنها مرت بأحوال الخمول، وكان الإنسان بكثرة ما لم تستعمل في الطرق التي أتت محدثة، إلا أنها يعني كأنها اضمحل ظهورها. وعندما لبستها الطريقة الكركرية اعتقد الذي رآها لأول مرة كأنها حدث غريب، فلو ذهب لوجد مولاي العرب الدرقوي الذي هو طبعا كتبه ورسائله تدرس في البحث الأكاديمي، هو كان يلبس مرقعة وما أزلها عن نفسه إلى أن توفاه الله بها. فيعني الإنسان كلما خشع قلبه اهتز جسمه، فعلى قدر طاقته المستودعة في قلبه وخشوعه إلى ما يستمع يهتز قلبه. كم من واحد يهتز جسمه وقلبه عند سماع الأغاني؟ ماذا سنقول آنذاك؟ ها؟
هل سنحرم له أو نحلل؟ فهو المستمع الذي يسمع ذكر الله والصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام ويتسع قلبه لنورانية الباري سبحانه عز وجل للطافته، فتهتز جوارحه ويهتز ذكرا لله وليس يهتز لأمر آخر. حتى الألوان لو المستمع بحث في كتاب أبو البنا السقسطي لوجد أنه ذكرها بالألوان، ومولاي العرب الدرقاوي لبسها بالألوان. هذه المرقع نحن نربي بها أنفسنا، هذا هو، نربي بها أنفسنا. نلبس مثل ما الآن أنا لابس لون أبيض، هذا هو، ولكن يعني عندما يأتي المريد بالعكس أنا ألبس كل الألوان، هذا هو، أنا ألبس جميع الألوان حتى صرت بلا لون، ولا أنكر على أي لون. ما لبسناها لأمر مخصوص إلا أننا نعلم بالكتاب والسنة، كلنا من نور الباري سبحانه عز وجل ومن النفخة الأزلية، ولكن صورنا تختلف، فلبسنا هذه حتى نمثل للناس ما ندعو إليه. يعني ندعو نحن إلى نور الله، وما دمنا ندعو إلى نور الله، نور الله ليس له لون، ولكن تنزله في قلوب العاشقين تلون، فهذا فقيه في الدين، وهذا محدث، وهذا أصولي، وهذا عاشق، وهذا ذاكر، وهذا عابد، وهذا زائد. فأتينا نحن ولبسناها وقلنا نحن نحب جميع الأجناس، ليس لنا علاقة بما تصفونه. أولا هذا الحفل أنا لم أحتفل، لست أنا الذي احتفلت، هذا هو، أنا أحبابي احتفلوا بي، هذا هو أولا. أنا استدعيت إلى هذه المدينة المباركة لأن عندي فيها أحباب كثر، والحمد لله جميع المدن في المملكة الشريفة فيها أحبابي وفيها إخواني وفيها أبنائي، فاستدعوني وأرادوا أن يكرمونني. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أجب من دعاك، هذا هو. فاستدعوني أنا وأهلي وإخواني وأبي وأتيت. عندما دخلت هذه المدينة المباركة أهل الكرم جادوا علينا بكرمهم، فعندما جادوا علينا بكرمهم ذكروني وقالوا لي هذا الجود احتفالا بمولدك الذي يأتي في هذا التاريخ، ففرحت، فلماذا لا أفرح؟ ولكن كانوا مساكن دائما يدعونني إلى أن أزور هذه المدينة، واحد يريد أن يدخلني إلى مسكني، واحد يريد أن أشاركه طعامه، فأتت هذه الفرصة والحمد لله، فلبينا الدعوة ووجدنا ما يبهر العين والعقل في الحقيقة. ما كنا نعتقد هذا كله في هذه المدينة. عندما نقول لنا نعتقد لسنا أن كانت عندنا رؤية سلبية على أهل المدينة، بالعكس، ولكن يعني هم قاموا بأكثر، نعم حقيقة. أنا بنفسي أقبل يد كل إنسان يدبو فوق الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إن لم تشكروا الناس لم تشكروا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خادم الناس سيدهم، هذا هو. اليد العاملة قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نلتقي بناس عمال وناس زهاد وعباد، فما هو العيب في ذلك أن نقبل أيد بعضنا البعض؟ هم يعتقدون بتقبيل اليد هي تقديس، أو يعتقدونها كأنها شركيات وعبادة الأوثان من دون الباري سبحانه عز وجل، وحاشا لله، هو الله ليس كمثله شيء. هم الذين جعلوه في أفكارهم كأنه شيء ويريدون أن يجعلوا له يد ويقبلون يده، أما نحن غير ذلك. نحن الحمد لله نتحاب فيما بيننا، قوم تحابوا بنور الله. ما معنى بنور الله؟ هناك سر يجمعنا. أنت ترين نور الله وأنا أرى نور الله والأخ يرى نور الله، إذن عندنا عامل مشترك اشتركنا فيه رؤيته. عندما نقوم في الذكر جماعة أنت ترين نور الله وأنا أرى نور الله، فعندما نفارق المجلس
نفارقه بحب، وعندما نلتقي في مجلس نلتقي بحب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن مجلس الذكر تحفه الملائكة، ويخبرنا أن مجلس الذكر لا يشقى جالسهم، فكيف لمن يرى نور الله في مجلس الذكر ويراه في أخوه الذي معه؟ فكيف لا يقبل يده؟ لو كان هناك تقبيلا آخر لقبلت أنا قدمه. هذا ما نراه نحن، يعني أدبا. ونحن الحمد لله المنطقة التي نشأنا فيها والأسرة التي نشأنا فيها، يعني عندنا منذ صغر، منذ ولادتنا نقبل يد الكبير منا سنة، والكبير منا علما، والكبير منا عملا. فدائما هكذا أنشأنا الله في هذه الأسرة المغربية الشريفة، فبدا هذا فينا تأصيلا، ولا نستطيع أن نسلم يعني أو عندنا نوعية أخرى نتاع السلام من غير هذا السلام. ولا ننكر على أي أخ آخر يسلم كما شاءه، ولكن هذا ما يقر في قلوبنا فقط. أدبا واحتراما نقبل يد الأخ الذي يمدها لنا، فنرى فيها الخير ونقبلها. هذا والزاوية كلما دخلت تجد فيها ناس نائمون وناس مستيقظون، هذا هو. ولكن نحن يعني نستقبل الذين يتوافدون من أجل البحث عن معرفة، البحث عن الرقي، البحث عن معرفة ورؤية نور الباري سبحانه عز وجل. أما هناك من يأتي بنية أخرى، هذا هو، ولا ننكر عليه في شيء، هذا هو. ولا ندعي نحن شيء، هو يأتي بقصد الدعاء، إذا كان مريضا ندعو له، والشافي هو رب سبحانه عز وجل. إذن هذا أمر، وليس هناك يعني صفة أخرى، ولكن ما هو معروف الأغلبية يأتون للمعرفة حقيقة، يأتون للمعرفة أو للاستفسارات والاستنباطات أو بحوث علمية أو بحوث أكاديمية في هذا المجال في التصوف. احنا لا ندعي الزهد، الزاهد ليس عارف، ولكن الشيخ ديالي احنا ندعي رؤية نور الله ومعرفة الله، هذا ما ندعي. رب العزة يقول أول ركن في الإسلام واش تهو؟ هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أشهد؟ يعني إذا بحثنا غير كلمة أشهد، لا تستطيع أن تشهد إلا بما رأيت، صح؟ فنحن اجتهدنا على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقام الإحسان الذي يأتي مقابل له، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو. فجعلنا هذا أشهد بحثا فيها في مقام الإحسان بحكم آراء، لا نقول نار الله، ربي ليس كمثله شيء، ولكن نرى مثل نوره الذي تطمئن الروح عند رؤيته، ويصبح الإنسان على بين من أمره أنه في عبادة الباري كأنه يرى. هذا ما ندعي. وما الغريب في ذلك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني مناما فقد رآني حق، والشيطان لا يتمثل بي. ويقول: من رآني مناما فسيراني يقظة. إذن واش قلنا؟ قلنا غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هي هذه الأسئلة: هل ترونه؟ هل لا نراه؟ هل لا نراه؟ هل رأيناه؟ هل ندعي؟ هل صدق أم كذب؟ إذا تواتر الأمر وتواتر على الآلاف، فيعني أنه حقيقة وليس بكذب، وانتهى الجواب. كل ما يقال فيه أخاف فعلا، أخاف منه. لماذا؟ لأن أرى كل انتقاداتهم وكل أقوالهم هي آيات من الباري، وأعرف هذا نقص من حالي، هذا هو، لأني ربما لا أحسن أن أبلغ هذه الأمانة كما أراد المولى سبحانه عز وجل. فولكن إذا كان الطرف الثاني ينكر علي ويقول أني لا أتقن الصلاة أو لا أتقن، فليس هو حاكم علي في أي شيء، لأن الحكم لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هو الذي يتقبل من عباده الصالحين،
ولا ندعي الصلاح، نحن ما زلنا سائرين في تربية أنفسنا وفي مراقبة أنفسنا. عسى أن نتطهر، هذا هو، عسى أن نتطهر بطهارة آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلا أن المنتقد الذي ينتقدنا، من الأحسن عندما ننتقد أمر ما، ليس بالخصوص الطريقة فقط، كيف ما كان، هذا هو. يقول مثلا عليك أن تثبت هل لبسها الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمرقع، هل تستطيعون أنتم إثبات ما تلبسونه أنه لبسه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تستطيع. هل تقول ماركة يعني لباس نوع من جين أو نوع من سبادرين كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو. الرسول عليه الصلاة والسلام لبس جميع الألوان، وأهديت له ألبسة متنوعة وقبلها ولبسها وصلى بها، دلالة على أنه موافق على هذا اللباس. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب السيارة، فكيف أنت تركب السيارة؟ كانت السيارة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وطائرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هي الإبل، هي الخيل. ولكن ليس أن إذا لبسنا مرقع أو لبسنا لون معين أو لبسنا سروال جين أو شيء كهذا أو ركبنا مركبة معينة أننا أخرجنا أنفسنا من الدين. بالعكس، هذا لا علاقة له بالدين، هذا حداثة حداثة. ونحن لماذا نلبسها؟ اسأل لي لماذا تلبسها وبعد ذلك أحكم. أنا إذا لبست لباس فاخر أعود أصلي، فبدل أن أركز أو أن أبقى قائم مع نور الله، ربما يستشعرني شعور بأني لي شأن ومقام عالي بنوعية اللباس الذي ألبسه، فماذا أفعل حتى أرطب نفسي مع نفسي؟ أبحث في المزابل وألتقط القطع التي تلقى وليس فيها نفع وأخيطها وألبسها حتى أزيل من نفسي تلك الأنافة وذاك الكبرياء، لا زيادة ولا نقصان. فإذا وجدت نفسي ألبس اللباس الفاخر ولا أتأثر به فهو حلال علي، وإذا لبست اللباس الفاخر وأبعدني عن حضوري مع نور الباري سبحانه عز وجل فأخاف على نفسي. أي زاوية تدخل فيها ما يستحيل أنك ما تلقاش فيهم الاهتزاز والحضرة، ويلبسوا حتى هم الخرقة وحتى هم عندهم السمع الصوفي. يعني فينا هي الغرابة؟ الغرابة في الناس ديال هذا الوقت، يعني ابتعدوا عن الزواوي شيئا ما، وصارت الزواوي تريد أن تظهر بضاعتها في المواقع الرسمية، فصاروا ما يستغربون، يجيهم الأمر غريب. هذا هو، لو يبحثوا غادي يلقاوها، بالعكس يلقاوها، ما اللي كانوا غرباء عن واحد الحقيقة كانت متداولة أبا عن جد. أنا أحبهم لا يعنيني هل يحبونني أم لا يحبونني، هذا هو، لا يعنيني هذا، هم القلب ديالي بالنسبة لي أنا صافي من ناحية ديالهم، فهمت؟ وهما واش يحبوني ولا ما يحبونيش هذاك شأنهم، المقصود أنا أحبهم. أنا إذا كنت أحب جميع الألوان وأحب جميع الخلائق اللي خلقها الرحمن، وأرى نور الباري يسري في جميع الأكوان وفي في الذرة والجزيئة على الدوام، فإذا لم يحبني فلان ولا فلان ولا فلان هو اللي مريض مع نفسي، فهمت؟ أنا ما عندي شي مشكل مع نفسي، فلو كان عندي مشكل مع نفسي ما نستطعش نخرج للشارع، ما نستطعش نتلقى معكم، ما نستطعش نجي حتى لطنجة، ما نستطعش نلبس هذه الدربال ومشي بها في الشوارع، ما نستطع وما نستطعش ننسح 10 سنين على الأقدم في المغرب. إيه؟ ما عنديش، أنا ما عنديش مشكل مع الناس، فهمت؟ كيف ما كان، كان عالم ما نحبه، كان جاهل نحبه، كان متعلم نحبه، لأن عندي حقيقة واحدة بأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ونحن ندعو الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، وربما هم أفضل مني، هذا هو، الله أعلم بعلمي. ولكن هم لا يحبونني لا يحبونني لا يحبونني، أنا أحبهم 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 رغم أنفهم. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اجعلها نورا في قلوبنا، ونورا في مسامعنا، ونورا في أبصارنا، ونورا على ألسنتنا، ونورا عن يميننا، ونورا عن شمائلنا، ونورا من أمامنا، ونورا من خلفنا، ونورا من فوقنا، ونورا من تحتنا. واجعل في شعرنا نور، وجلدنا نور، ولحمنا نور، ودمنا نور. واجعلنا نورا يا ربنا، وعظم لنا نور، واجعلنا نور على نور، حتى نهتدي إليك يا ذو الجلال والإكرام. إنك تهدي من تشاء يا أرحم الراحمين. اهدينا بنورك لنورك، وأبقينا في حضرة نورك ما دمنا أحياء إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. الحاضرين اللهم اجمعنا على محبتك وعلى طاعتك، واجعلنا سريانا من لطافة أزليتك، واجعل لنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجبينا في حضرتك ساجدا، وعينا لا ترى إلا جمالك، وسمعا لا يسمع إلا ما يرضيك، ولفظا لا يلفظ إلا بأمرك ونهيك. يا أكرم الأكرمين، كما جمعتمونا في هذا المجلس، اللهم اجمع لكم خير الدارين، اللهم اجمع لكم خير الدارين، وبارك لكم في حركاتكم وفي عملكم. اللهم اجعل عملكم عبادة، اللهم اجعله لله من غير علة. اللهم انصركم يا أكرم الأكرمين، واجعل كلامكم مسموع ورايتكم مرفوعة، واحفظكم في كل حركة وفي كل سكن يا أرحم الراحمين. واجعل هذا الجريدة انتعكم يا أكرم الأكرمين تصل إلى الآفاق وتملأ الأرض والسماوات، ويكون لها نصيبا في الرقعة على الدوام، ومن سمعكم واتبعكم يكون مأجورا بأجر الله والمصطفى عليه الصلاة والسلام. وحفظكم يا بحفظه التام بجاه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.